طبعا قلت لكم راح اوريكم انا من وين احب اخذ القطع اللي من البراندات العالميه، بس احس ان اسعارها وايد افضل من البوتيك، خاصه الفتره اللي طافت ما في سوق، ما في محلات، ما في شيء مبطل، فكنا كلنا معتمدين على الاونلاين. ففارفتش توب 1 بالنسبه لي حق البراندات العالميه، بوتيغا، دولتشي، جوتشي، بالنسياغا، كل البراندات هذه ينزلون اشياء عادي ان سايزاتكم مثلا ما تكون موجوده عندهم بالبوتيك، غير كذي اشياء مثلا مو متوفره بالبوتيك وهم في خصومات اذا كنتم من البرايفت كلاينتس. هم طبعا بالنسبه لي انا افضل ان اتسوق من فارفتش لانه وايد في فرق سعر عن البوتيك، يعني راح اوريكم بعض القطع وراح اقول لكم كم سعرها من البوتيك وكم انا خذيتها من فارفتش. هذه الباوتش باك، هذه ايضا شيء نزل من في اشياء جديده بعد نزلت من البوتيكا. هذه الفارفتش راح تحصلونها بالدولار، بالعمله الكويتيه السعر 844 دينار، بالبوتيك واي ثينك انه عند الكل سعرها 910 دنانير، فاي ثينك يعني الفرق 70 دينار مو شويه. فعشان كذي انا احب اتسوق من فارفتش، في اشياء واصلتني الحين راح اوريكم اياها، هذول كلهم هم اسعارهم اقل من البوتيك. وطبعا نفس الشيء حق الشوزات او العروبه، هذا هم بعد جديد واصل اي ثينك تو وصل من فتره قصيره، وصلني طالبته من فارفتش، وايد حابه هبه الزيبرا هالفتره. فالانيمال برينتس نزلوا منه بوتيكا وهم بسعر وايد حلو بفارفتش، فرق عن البوتيك. وقلت لكم اذا كنتم من البرايفت كلاينتس راح يكون عندكم سعر خاص. طبعا بعض الاشياء اللي احبها وايد 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 تعتبر مريحه، هذه الشوزات متوفره موجوده بفارفتش، البالنسياغا، كل الاشياء الجديده والالوان كلها متوفره وكل السايزات، فضروري تلحقون بما ان حاليا بعض القطع عليها خصم وبما ان متوفر فصعب ان نحصل بعض القطع بالبوتيك. هذا خذيته قبل سنه، هم في منه الوان، في منه ستايلات جديده، دولتشي عليهم خصومات، هذا شفت منه اللون الوردي متوفر وعليه خصم. دولتشي ضروري تدشون تشوفون خصومات دولتشي بروحها، شيء يعني انهيار الصراحه. بالنسبه حق واي اس ال راح تحصلون كل الالوان وكل السايزات، انا الصراحه بالبوتيك ما كنت احصل كل شيء، فحلو ان انتوا تحصلون كل السايزات، علشان كذي انا اروح السوق اشوف سايزي وارد البيت اتسوق من فارفتش، ووايد مريحين عشان شيء عندي باللونين البيس. بالنسبه حق براند مانولو بلانيك راح تحصلون اشياء والله انا مو شايفتها من قبل، الوان جديده، الفوشيات اليلو اللي جاي على السمري، الازرق هذا طبعا للحين ما لبسته ولا لبسه، متخيلين ما للاسف ما لقيت مناسبه وقعدنا بالبيت، هذا شيء بتشي فيه منه وايد الوان، وايد وايد قوي البراند، ك انه مريح باللبس، كستايل يمشي على وايد اشياء وكسعر. فانا هذا يعني هذه بعض الالوان اللي عندي، في عندي الوان فوق بعد، بس يعني حبيت اوريكم الاشياء اللي متوفره بفارفتش، وغير كذي تقدرون تحصلون كل السايزات والوان جديده مو معروضه بالبوتيك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.